يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم في ثاني حلقة لنا في دورتنا اللي بنتعلم فيها أساسيات السي شارب، أساسيات البرمجة بالسي شارب. في الحلقة هاي راح نتناول موضوع اللي هو البروجرام ستراكشر، تركيبة البرنامج، وإيش السينتكس بتاعتنا، إيش الرموز أو كيف التركيب، يعني لازم تكون كيف الرموز بنرتبها أو بنرتب الجمل بتاعتنا. تمام، هسا بشكل عام البروجرام بيتكون من عندنا من نيم سبيس ديكلاريشن. النيم سبيس هو عبارة يعني زي ما نحكي كيف لما نحكي عن عندي فولدر وجواته ملفات، تقريبا بنوضح احنا النيم سبيس بالفولدر، يعني اقرب للفولدر انه هو بيحتوي على عدة كلاسز. كلاس بيكون فيه اكوال او يعني جمل تتنفذ، جمل برمجية تتنفذ. فعندي النيم سبيس بيحتوي على عدة كلاسز. تمام، في عندنا تاني شغلة هي الكلاس. الكلاس عبارة عن اوبجكت إله خصائص معينة، بروبرتيز إله، ميثود معينة، طرق نستعملها جواته. فيعني هذا هو الأوبجكت. طبعا إحنا قلنا السي شارب أوبجكت أورينتد بروجرامينج، فكل شيء عندي بيتمحور حوالين كلاسز اللي هي الأوبجكتس وتعاملها مع بعض، انتراكشن وذ ايتش اذر. تمام، عندنا الشغلة الثالثة كلاس ميثود. حكينا عن الكلاس إله بروبرتيز، إله ميثودز، إله طرق جواته. فالكلاس ميثود اللي هي الطريقة او ميثود فانكشن يكون موجود جوا الكلاس. الكلاس اتريبيوت هي بروبرتي للكلاس. كيف نوضحهم هسه بشكل اوضح؟ ممكن نحكي انه الاوبجكت عندي هو مثلا انسان. الانسان له طول، له وزن، له اسم مثلا. هذه كلها عباره عن اتريبيوتس اللي هي بروبرتيز لهذا الكلاس. عندنا مثلا الميثود انه الانسان ممكن يحكي، فانا بحكي له احكي، هاي ميثود. تمام، بس يحكي هو نفذ الميثود. تمام، فهي يعني توضيح بسيط بالنسبه لهي الامور. في عندنا المين ميثود اللي هي المدخل تبعنا للبروجرام. اي برنامج عندك حتى تشغله لازم يكون في عندنا مين ميثود حتى يبلش تشغيل منها. طبعا بالنسبه للسي شارب، طبعا باقي اللغات لها كمان مدخل، ممكن الجافا قريبه كمان مين ميثود، بس يعني بغض النظر. عندنا المين ميثود اللي هي الستاتيك ميثود، بتكون هي المدخل تبعنا للبرنامج. هنا عندنا statements and expressions. statement هي الجمل البرمجية اللي بنعملها بتنفذ أشياء في البرنامج، بتوديني مثلا على method ثانية، بتغير قيم، بتسوي أي شيء زي هيك. expressions هي العبارات اللي بتعطيني value، إنه مثلا زي الجمل الحسابية، مثلا عمليات حسابية، وهي الأمور تعطي value بغض النظر إيش أنا بعمل بالvalue. عن آخر إشي الكومنتس اللي هي الجمل اللي بيتجاهلها البرنامج خلال التنفيذ، بتفيدنا إحنا كمبرمجين حتى نعرف شو بنعمل، بس البرنامج بيتجاهلها خلال التنفيذ. تمام، حتى حتى نفصل بين هاي الأمور كلها لازم يكون في عندي أنا سينتكس معين، تركيبة معينة، حتى أعرف إيش النيم سبيس، أو إنه أحكي إنه هذا هو نيم سبيس، هذا كلاس، هاي ميثود، هاي أتريبيوت، ويعني الأمور هاي كلها. تمام، نيجي على مثال سريع. فعندي هذا المثال مثلا، اذا بنتفرج عليه بنبلش من فوق. عندي اليوزنج، يوزنج ستيتمنت، هاي تحكي له انه هذا عباره، طبعا كلمه، خلينا احنا نخليها اخر شيء، خلينا نشرح شيء ثاني اسرع. تمام، اول شيء النيم سبيس، هاي عملنا ديكلاريشن للنيم سبيس، اعطينا اسم، حكينا النيم سبيس ممكن يحتوي على مجموعه من الكلاسز. طبعا اي نيم سبيس ببلش في كيرلي براكت وبينتهي في كيرلي براكت. تمام، هذا السكوب تبعه. ايش يعني سكوب؟ انه الاشياء اللي جوا النيم سبيس هذا يعني لها عمر طالما هي داخل هذا السكوب. تمام، اذا بدي اوصله من برا هاي يعني رح نيجي عليها في الانكابسوليشن، بس مبدئيا انه الاشياء بتكون ايش، حيه خلال هذا السكوب. تمام، هاي الاشياء، كل الاشياء ضمن هاي الكيرلي براكتس هي ضمن هذا النيم سبيس. الشغله الثانيه عندنا ايش، كلاس. طبعا هاي السينتكس تاعته نيم سبيس، ببلش نيم سبيس بنحط الاسم تبعه، بعدين بنفتح كيرلي براكت وبننهي كيرلي براكت. بعدين عندي كلاس نفس الشيء، بنسمي كلاس، بنعطيه نيم، اسم، اسم الكلاس، وببلش كمان في كيرلي براكت وبينتهي في كيرلي براكت. كيرلي براكت هي الفاصله، هاي القوس هذا. تمام، طبعا الكلاس له اسم. شغله سريعه بالنسبه للنيم سبيس والكلاس، دائما يعني البيست براكتس او يعني افضل شيء، حتى يعني في عندنا زي قوانين او اشياء، يعني هي مش غلط بس احنا بنتبعها
اذا ما اتبعناها ما في ايرورز يعني، بس احنا بنتبعها حتى كمبرمجين نعرف انه انا هذا عندي كلاس هذا نيم سبيس. تمام، دائما الكلاس ببلش في كابيتال لتر، نفس الشيء بالنسبه للنيم سبيس دائما ببلش بايش كابيتال لتر. تمام، نيجي هسه عندي المين ميثود، حكينا دائما في عندي مين ميثود حتى ندخل البرنامج من خلالها. طبعا المين الام كابيتال والمين بتكون ستاتيك. ايش يعني ستاتيك؟ الستاتيك يعني موجود واحده منها فقط في البرنامج. يعني لما انا اعمل، احنا حكينا عنه كلاس، تمام، هسه الكلاس اللي هو هلو وورد بقدر اعمل له انا اكثر من نسخه، او زي ما تقول انستنس زي نسخه. يعني انا مثلا بحكي حكينا في عندي بشر عباره عن كلاس له اتريبيوت طول عرض كذا، بس في عندي اكثر من بشر، في انا مثلا، في اخوي ابوي وهكذا، تمام، عده كلاسز. بس عندنا ايش؟ انستنس واحده، ممكن مثلا احكي الارض، الارض انستنس واحده، يعني ما في ارض ثانيه، تمام. يعني توضيح بسيط، هسه دائما لما يكون عندي الستاتيك حكينا موجود انستنس واحده منه. لما نفوت على الكلاسز رح نشرح اكثر ايش الفرق بين الستاتيك والعادي، بس اللي بهمنا انه اعرف انا لما يكون عندي ستاتيك بكون فقط انستنس واحده من المين. حتى لو كان عندي اكثر من بروجكت، اكثر من كلاس اسمه، يعني عملنا اكثر من انستنس، اكثر من نسخه من هذا الكلاس، بتكون المين ميثود ثابته، هي واحده. يعني مش كل واحد بيجي مين ميثود بتاعته، لا، مين ميثود واحده. تمام، نيجي بعديها. طبعا الميثود، هاي ميثود حكينا، الميثود بكون اول شيء لها معرف اللي هو ستاتيك. في كمان عندنا اللي هي الاكسس ليفل، هذا كمان نيجي عليه لقدام. بعدين عندي نوع الريسبونس تبعها، يعني انا عندي ميثود بدي انفذها بس تخلص بدي يعطيني رد. تمام، ايش الرد هذا اللي يجيني؟ اذا ما بدي يجيني رد عندنا كلمه void، اذا بدي يجيني رقم ممكن ناخذ الانتجر، هذا راح نيجي اكثر لما نيجي على الداتا تايب. بس يعني احنا هان void، طبعا المين ممكن تكون انتجر ممكن تكون void، اعتقد تاخذ اكثر من شيء ما فيها مشكله يعني. بس احنا هان معناها انا حاط void يعني ما في عندي رد، انا متوقع انه هذا خاص بتنفذ بيعمل اشياء، مثلا هان بطبع لي على الشاشه هسه بنحكي شو بيعمل، بس انه ما في رد للبرنامج، ما بدي استنى منه شيء يرد لي اياه. تمام، في عندي هان الارجيومنت، هاي الارجيومنت تاعت الميثود. هسه كل ميثود بس تيجي نشغلها، مثلا احنا حكينا عنا بالنسبه للبشر حكينا مثلا احكي، احكي هاي كانت ميثود عندنا، بس مثلا لو قلت له احكي بالانجليزي، بالانجليزي هاي تعتبر ارجيومنت، انه انا عرفت له انه انت بدك تحكي بس ما بدك تحكي عادي، بدك تحكي بالانجليزي. فانا زي كاني مررت له هان انه انت بدك تحكي في اللغه، اللغه مثلا الانجليزي. تمام، هاي الارجيومنتس طبعا رح نيجي بالتفصيل اكثر عنها، بس انه نعرف انه هي بتيجي عباره عن النوع، حاليا string array، يعني رح نيجي ايش معني في الاري اوف string، وبعدين اسمها. الاسم هذا بقدر استعمله فقط داخل السكوب تبع الفانكشن الميثود. تمام، حكينا ميثود بتبلش اول شيء معرف اللي هو static او بدون static، بعدين النوع حكينا void ما في عندي رد، بعدين الاسم، الاسم تبعها بكون المين ميثود عندنا main بالكابيتال، بعدين في عندي الارجيومنت، طبعا ممكن يكون ميثود بدون ارجيومنت، يعني ممكن هاي تكون فاضي قوس فاضي، والمين ميثود كمان ممكن تكون فاضيه، بس احنا نشرح بعدين ليش عندي انا ارجيومنت هان. بعديها بعد الاقواس بكون في عندي كيرلي براكت، وبتنتهي في كيرلي براكت. تمام، هسا اي شيء الارجيومنت عايشه فقط داخل كيرلي براكت، يعني اذا اجيت تحت هان بدي اكتب اي مثل اي شيء ما بقدر استعمل الارجيومنت تاعت هاي الميثود. تمام، هسا بنيجي جوا الميثود، نيجي نتفرج على هذا السطر، هذا هو كومنت اللي هي تعليقات، يعني هذا السطر شو ما كتبت هان البرنامج بيتجاهله. تمام، بيمشي عنه. الكومنت في عندي طريقتين لنكتبها، اللي هي هاي بسموها بلوك كومنت، هاي يعني ممكن تيجي على اكثر من سطر، لو كبست حسب رح نعمل برنامج بس كبست انتر هاي بتاخذ اكثر من سطر. في عندنا الطريقه الثانيه انه احط شحطتين، كل شيء بعد الشحطتين يعتبر كومنت بنفس السطر، يعني اذا نزلنا على السطر اللي بعده خلصت. تمام، هسه بنورجيكم اياها. عندنا بعدين اجينا على هاي اللي هي ستيتمنت، عندي تو ستيتمنت، الكونسول رايت لاين، انه بحكي للكونسول اللي هو احنا هان كونسول ابلكيشن. هاد شو يعني كونسول ابلكيشن؟ هي الشاشه السوداء اللي بنشوفها، تيرمينال او السي ام دي، الشاشه السوداء اللي بنشوفها، نحكي له انه اكتب لي سطر، هاي ميثود طبعا،
ميثود ومن جوا ماخذينها من الكونسول. الكونسول من وين جبناه؟ الكونسول جبناه من السيستم. الكونسول هو عباره عن كلاس معرف جوا نيم سبيس اسمه سيستم. حتى استعمل النيم سبيس اللي اسمه سيستم لازم احكي ايش؟ يوزنج سيستم، وطبعا ايش بعديها بده يكون؟ سيمي كولون. عندنا ثلاث اشياء اللي بياخذوا سيمي كولون بعديهم، اللي هم جمله اليوزنج والستيتمنت والاكسبريشنز. ثلاث اشياء بياخذوا سيمي كولون بعديها، البقيه حكينا عنهم، بكون ايش؟ كيرلي براكت، بتنتهي في كيرلي براكت. تمام. هسا احنا هان حكينا انه بدي استعمل النيم سبيس سيستم. يعني مثلا لو انا عملت هان كلاس وبدي استعمله في اي نيم سبيس ثاني، شو بعمل؟ بعمل يوزنج النيم سبيس تبعنا اللي هو هالوورد ابلكيشن. تمام. وبحط بعديها ايش؟ سيمي كولون. هسا طالما انا جبت السيستم، كل الكلاسز اللي جواته بقدر استعملها عندي جوا الملف هذا. تمام. على الملف كامل، يعني انا بحطها هاي بدايه الملف، كل اللي في الملف بيقدروا يستعملوا اللي احنا عملنا لهم يوزنج فوق. تمام. هسا حكينا على اكتب لي هالو وورد، يكتبها، والاخيره هاي ريد كي، انه هسا في عده يعني اشياء. هسا بتستعمل مثلا الكونسول الشاشه السوداء، عاده بتنفذ وبتطلع خلاص، هيك هي مبرمجه. تمام. هسا احنا حتى ما تطلع بنحكي له ريد كي، انه ايش؟ استنى مني اكتب اي حرف اساس نشوف الاوتبوت اللي طلع عندي على الشاشه السوداء. تمام. رح نيجي هسه على البرنامج، بس رح نيجي على شغله سريعه قبل البرنامج. عندي ريسيرفد وورد. تمام. هاي بتقدر انت توقف تقراهم متى ما بدك، بس هاي الكلمات اللي هي المحفوظه اللي ممنوع استعملها انا الا يعني، او لها استعمالها يعني لها استعمالها في البرنامج. ممنوع استعملها كاسماء، كاسم كلاس ممنوع، كاسم نيم سبيس ممنوع، او كاسم فاريبلز لقدام لما نيجي على الفاريبلز كمان ممنوع. يعني منيح انه تاخذ نظر عليهم لو تقراهم مره او مرتين، او تعمل سكرين شوت تخليها عندك، ما في مشكله. تمام. نيجي على البرنامج فيجوال ستوديو، نعمل اول برنامج لنا، نعمل ايش؟ كرييت نيو بروجكت، نختار من فوق كونسول ابلكيشن، كونسول اب. في عندي عدة، في عندي مثلا كونسول اب دوت كور، ننتبه هان على اللغة سي شارب. في عندنا كونسول اب دوت نت فريم ورك، كمان ننتبه على اللغة. مبدئيا احنا ما بفرق عنا، كلغة بتشتغل على تو انفايرمنتس، هاي اللي هي البيئة اللي بنشتغل فيها. تمام. فاحنا ممكن نستعمل اي واحدة فيهم. انا راح استعمل الكور. الكور بتشتغل على عدة بلاتفورم، على ويندوز، لينوكس، ماك او اس. لو استعملت نت فريم ورك الكتابة نفسها بالضبط، ما بفرق عنا، فاحنا نستعمل الكور. نعمل نيكست، نسميه قلنا هالو وورد، هالو وورد ابلكيشن. نعمل نيكست او كرييت. بنلاحظ انه عمل لي اول شيء، جاب لي هي اليوزنج، عمل النيم سبيس تبعنا، هاي الاشياء يعني بعمل لي اياهم يدوي اول مره. بعدين عمل لي الهاي الكيرلي براكتس، بعدين عمل لي الكلاس اللي هو بروجرام، بعدين عمل لي الستاتيك مين ميثود، وجاني ايش؟ الكونسول لاين. تمام. نعمل ران الابلكيشن تبعنا، خلينا نشوف ايش بصير. تمام. هاي بنلاحظ هاي الاوتبوت تاعتي، وباي ديفولت الفيجوال ستوديو بحط لك الريد لاين من عنده، ما بتحتاج انت تحط ريد كي. تمام. بس في حال انه اجت الشاشه السوداء وراحت، لازمك تحط ريد كي. نجيها هاي اللي قدام. في حال قلنا عندنا عده بالاشياء اللي يعني ما شرحنا عنها، عندنا الكومنت، حكينا الكومنت ممكن نكتبها زي هيك، واي شيء بكتبه في النص، لحظه، اي شيء بكتبه في النص عباره عن كومنت. This is a comment. It can be through multiple lines. تمام. حكينا ممكن الكومنت يكون لاين واحد، اللي هو بعمل شحطتين. This is a single line comment. تمام. وهاي حكينا عبارة عن statement. في حال بدي expression رح نيجي أكثر عليها، بس يكون في عندي data. بس ممكن مثلا أنا أعمل الأشياء زي هيك، مثلا واحد زائد كذا، يعني أي عملية حسابية مثلا A تساوي أو إشي زي هيك، رح نيجي عليها أكثر لقدام. هيك بشكل عام هذا الاستراكشر تبع البرنامج. طبعا السي شارب ببلش تنفيذ، يعني لما اعمل انا رن ببلش تنفيذ، بيجي يفوت لي على المين ميثود،
ويبلش سطر سطر ينفذهم. فيعني لو هذا السطر عملنا له كوبي حطيته قبل، حطيت مثلا هالو وورد 1 عملت ران، ايش بنتوقع نلاقي؟ بنلاقي هالو وورد 1 بعدين هالو وورد، بنفذهم ايش سطر سطر لحتى ينتهي من الكيرل براكت تاعت المين. هيك بنتهي تنفيذ البرنامج. تمام، يعطيكم العافيه، وان شاء الله بنشوفكم. يعني هاي بالنسبه للاستركشر، راح نيجي بالفيديوهات الجاي يعني على باقي المواضيع. يعطيكم العافيه، ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.